اليوم غادي نقدم لكم بريوات بالدجاج والياجر وجبنات البلوك. شحروا جوج بصلات محكوكين بزيت العود مع معلقه صغيره ديال الثومه محكوكه ونص معلقه ديال الزنجبيل وديال الفلفله حاره، عود ديال الياجر وعود ديال الزعتر. زيدوا عليهم سطر ديال الدجاج مقطع اطراف صغار، جوج معالق كبار ديال لاموطاق، ملح، بزار، وخليو كلشي يطيب لمده 10 دقائق. من بعد زيدوا 90 غرام ديال جبنه البلوك مقطعه اطراف صغار، فرشوا ورقه ديال البسطيله، عمروها بالحشوه، طويوها على شكل بريوات وقليوهم من بعد في الزيت. وبالصحه والراحه.